بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتورة أمال موجودة أحمد منصور أستاذ مادة الاقتصاد. طبعا احنا قبل ما ناخد الأجازة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي حاليا بسبب الفيروس اللي ندى ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرفعه، لأن جند من جنوده هو اللي نزله، هو اللي قدر إنه يرفعه ويفك الغمة اللي احنا فيها دي، نرجع تاني لحياتنا العملية تاني من جديد، والموضوع ده كله إن شاء الله بإذن الله هينتهي، لأن إحنا كلنا عشان في ربنا وثقتنا في ربنا كبيرة وحسن الظن بالله. فالمهم المحاضرة الأخرانية اللي أنا اديتها لكم وقفنا فيها، طبعا إحنا بدأنا فيها في الإفكتيف انترست ريت والنومينال انترست ريت، وعرفنا الفرق ما بين الاتنين. طبعا هو ده بيعتمد على إيه؟ الإفكتيف انترست ريت قلنا إن هو بيتاخد في البيريود، يعني اللي بنديله رمز أي، وبالتالي فبنقول إفكتيف انترست ريت بالنسبة لي معروف ان بيريود او ان يير. وبعدين قلنا النومينال انترست ريت بالنسبة لي هو في علاقة وسط ما بين الاثنين، يعني لو بصينا للمعادلة بتاعتنا في الجزء ده هنبص اللي انا عندي في اكسبريشن بالنسبة لنا بنطلق على اسم افكتيف انترست ريت بير بيريود، والبيريود دي قلنا ان هي عبارة عن مين؟ عن سنة. لو قلنا بالنسبة لي في حاجة تعريف تاني اسمه سب بيريود، السب بيريود اللي هو عبارة عن جزء من البيريود ديت، فقلنا بنديله رمز الاي ام، كلمة الاي ام، فقلنا ان العلاقة ما بين الاي اللي هو الافكتيف انترست ريت والاي ام الافكتيف انترست ريت ان سب بيريود عبارة عن ايه؟ الاي بتساوي 1 زائد الاي ام كل اس ام ناقص 1. ففي تعريف او اكسبريشن جديد دخل علينا اسمه النومال انترست ريت، ايه علاقته بالافكتيف انترست ريت؟ في علاقة بسيطة بينهم اللي عبارة عن effective interest rate in sub period اللي هو عبارة عن من R بتساوي الـ M في الـ IM. فالـ R nominal interest rate، الـ M عبارة عن عدد الفترات بتاعتي اللي هي بالنسبة لي جزء من السنة، والـ IM اللي هو عبارة عن من الـ إيه؟ الـ interest أو الفايدة في هذا الجزء من السنة. يعني لو قلنا إن أنا عندي الـ interest rate في السنة 12%، يبقى في الشهر كام؟ 1%. يبقى دي عباره عن 1% دي عباره عن مين؟ اي ام، و12% عباره عن مين؟ عباره عن الاي. يبقى الار عباره عن ايه؟ عباره عن 12 مضروب في كام؟ في ال 1% يديني 12%. طيب لو انا ايه جيت خدنا مثال وقلنا المانثلي كومباوندد، لو انا بركب الفايده شهريا عايز احسب الايه؟ الاي، هقول ايه؟ الاي هتساوي ايه؟ هتساوي 1 زائد الاي ام. الاي ام بكام؟ وقال لي ان انا عندي ان انا المانثلي ريت 1.5 في اون ذا، يعني بالنسبه لي مانثلي ات ريت يبقى 1.5، يبقى ده عباره عن مين؟ بدل قال لي في الشهر يبقى دي سب ريت، يبقى الانترست بتاعته هي عباره عن مين؟ عن الاي ام. يبقى 1 زائد الاي ام زي المعادله اهي، كل اس ام ناقص 1 يطلع لي المقدار عن ايه؟ الافكتيف انترست ريت عباره عن كام؟ عباره عن 19.56% تقريبا. الجزء ده بيقول لي العلاقه دهيت او الانترفال بتاعتي ديت مقبوله خلاص، ما عدا لو كانت الام ديت بتساوي 1. لو بصيت لقيت ان انا عندي، بص معايا كده، لو انا بصيت لقيت ان انا عندي نمر ريت برير 12 في 15% يطلع 18%، وبعدين الافكتيف انترست ريت كام؟ 19.56%. لو قارنا بين الاثنين دايما هنلاقي ان الافكتيف اكتر من مين؟ من نومينال، الا في حاله لما الام بتساوي 1، يبقى بس بتشذ هذه القاعده لو كانت الام بتساوي ايه؟ بتساوي 1. يبقى انا عندي، هبص لان عندي ايه؟ ان في ايه؟ مفيش ديفرنس ما بين الاثنين. طيب لو انا خدت الجزء الثاني ده، طبعا الكلام ده كله انا بعيده كانه مراجعه، لان احنا خدنا الكلام ده كله في المحاضره اللي هي الاخيره خالص. قلت لكم التيبل ده مفيد بانه عباره عن مجموعه مسائل مع بعضيها بيديني فيها حالات مختلفه للنومال انترست ريت، وبيديني نمبر اوف كومباوند سب بيريود، وبيطلب مني حساب الافكتيف انترست ريت والابسيوت ديفرنس والريلاتيف ايه ديفرنس. فانا لو جيت بصيت، بص النومال انترست ريت هنا كام؟ ار، بيدالي كام؟ 0%، وبعدين 10%، بعدين 20%، 30%، 40%. يبقى دي عباره عن مين؟ عباره عن الار، النومال انترست ريت. طيب عدد الفترات بتاعتي اللي هي السب بيريود اللي هي اقل من السنه ممكن يقول ايه؟ مفيش. وبعدين 10 فترات، يعني معناها السنه متقسمه على 10 فترات، على 20 فتره، 20 فتره الى اخره. فبالتالي العمليه بالنسبه لي هنا ايه؟ عدد الفترات. بيقول لي احسب بقى الافكتيف انترست ريت. لو بصينا تحت الجدول هنلاقي فين انا عندي هنا ايه؟ معادله، المعادله دي عباره عن مين؟ بيقول لي الاي بتساوي الواحد زائد الاي ام، قلنا عباره عن مين؟ عباره عن بدل الدال النومينال انترست ريت لازم اشيل ار واحط بدالها قيمه مين؟ قيمه
الار على الام. لو انت رجعت للصفحه اللي قبل كده اللي هي صفحه رقم كام؟ الصفحه رقم 32، هتلاقي ان انا عندي الار بتساوي الام في الاي ام. يبقى انا كل اللي انا هعمله هشيل كلمه الايه؟ الاي ام واحط بدالها ايه؟ ار على ام، حيث الام عدد فترات والتانية عباره عن مين؟ الفترات الكليه اللي هي الام الايه؟ الصغيره ناقص واحد. انا هعوض في القانون، هيبقى بالنسبه لي هنا ايه؟ واحد زائد الار هنا بكام؟ طبعا صفر مش هعوض بحاجه، لان بالنسبه لي مفيش اي. التاني حاجه 10 بقى، ال 10 دي عباره عن مين؟ 10%، يبقى عباره عن 1 من 10 على عدد الفترات كام؟ 10 فترات. الكل اس كام؟ برضه اس 10 ناقص 1 هيديني ايه؟ القيمه بتاعت ال 10 و46%، وجربها في الكالكوليتر هتلاقي نفس النتيجه طلع. طيب الابسولوت ديفرنس عباره عن مين؟ اي ناقص الار، انت جبت الار، هتطرح الاي ناقص هيطلع بالنسبه لي في صفر، وبعدين هيطلع طبعا انا عارفه ان الاي اكبر من الار. خلاص بعد كده ريليتيف ديفرنس عباره عن مين بقى؟ الاي ناقص الار مضروبه في كام؟ مضروبه في الاي تاني، يبقى اللي دي عباره عن ريليتيف ديفرنس. ده يعني اكسبريشن جديد او مطلوب، بس انا ما مطلوبش في الايه؟ في المسائل اللي مطلوبه ساعات لو طلبت الابسوليوت ديفرنس ما بين النومينال ومن الايه؟ الافكت. يبقى الجزء ده كان ايه؟ كمراجعه عامه وسريعه اللي احنا خدناه في المحاضره الاخرانيه. نيجي بالنسبه لنا بقى هنا ايه؟ السب بيريود كاش فلو. احنا شغالين بقى ان احنا بيريود بيريود بيريود. طب انا وانا عندي بقى سب بيريود اللي عباره عن الكسر من السنه، وانا هبتدي اعمل لها ايه؟ عباره عن سريان مادي خلال هذه الفترات المتقطعه من السنه. فهناخد مثال اللي هو عباره عن مين؟ المثال ده قلت هو مثال مهم لانه هيتحل بثلاث طرق. اول طريقه اللي عباره عن مين؟ اللي عباره عن الافكتيف انترست ريت ان سب بيريود، اللي هو عباره لو نقرا المثال مع بعض عشان برضو ما نضيعش وقتنا. بنقول ان انا عندي هنا في عمال ليبر كوست فور اسيرتن اوبريشن لعمليات متعدده، الار طبعا الاجور بتاعتهم كام؟ 8000 دولار بير ويك. هذا بيحدث اوكير ات ذا اند اوف اتش ويك، في نهايه كل اسبوع بياخدوا ال 8000 دول اوفر 3 ييرز بيريود. يعني البيريود بتاعتي كام سنه؟ 3 سنين، بس هما بياخدوا كل اسبوع في نهايته 8000 دولار. اف ذا افكتيف ديسكاونت ريت از 15% بير يير، يبقى انا عندي ايه؟ نسبه الاستقطاع من المبالغ دي مقدارها قد ايه؟ عباره عن كام؟ 15% بير يير. ديترماين طبعا انت لما بتيجي انت لسه طلبه، يعني احنا بالنسبه لنا لما بنبقى موظفين بيبقى عندنا مرتب، المرتب بتاعي ده بيبقى ايه؟ مستقطع منه ضرائب او اجور متغيره، فبيستقطع جزء، الجزء ده مقداره كام؟ بالنسبه للحاله بتاعتنا دي 15%. Determines the equivalent present value of this cost. لما اقول عايز present value يبقى انا عايز ايه؟ يبقى انا عايز احسب البيه. يبقى بقول لك احسب القيمة الحالية لهذه المبالغ الموجودة دي. فأنا لو جيت رسمت الفلوت شارت بتاعي الفول كاش زي ما بيقولوه، فلو جيت قلت بالنسبة للسنين أنا عندي كام فترة؟ عندي ثلاث فترات. هبص لواحد واثنين وثلاثة، الكام ده صفحة 33 عندك. طب والويك؟ طبعا بالنسبة لي همسك الفترة بقى الواحدة هتتقسم لسب بيريود. كام سب بيريود؟ 52 سب بيريود، لأن أنا بقبض كل أسبوع. السنة فيها كام أسبوع؟ فيها 52 أسبوع، يبقى أنا عندي السنة الواحدة هتتقسم 52 أسبوع، الثلاث سنين هتقسم لكام؟ هتقسم ل 156 أسبوع. هنيجي بقى بالنسبة لي أنا بدل بشتغل، هو مديني الفايدة بكام؟ 15%، وعندي أنا بيشتغل إيه؟ بقبض كل أسبوع، يبقى في تعارض. لو كان مديني الفايدة دي كل أسبوع كنت اشتغلت مسألة عادي خالص. كان عباره عن افكتيف انترست ريت ان بيريود وشغلته تحت البي عادي، زي ما بيقول ان انا عايز اعرف البي وعندي الاي، يبقى انا عندي البي بدلاله الاي والاي والفترات واطلع القيم. لكن هنا بيديني ايه؟ الفايده في السنه وبيتعامل معايا بالاسبوع، يبقى انا لازم احول الفايده اللي هي ايه؟ في البيريود لسب بيريود. يبقى انا هجيب الاي ام، هقول الاي ام بيساوي ايه؟ 1 زائد الاي على 1 على ام ناقص الواحد، لان لو رجعت للصفحه رقم 32 هتلاقي ايه؟ او بص تحت الجدول هنا في نفس الصفحه الاي ام بتساوي كام؟ 1 زائد الاي اي ام الكل اس ام ناقص 1، عشان اطلع بقى الاي ام نفسها يبقى هيبقى ايه؟ المقدار على كام؟ على 1 على ام. عوضت في القانون طلعت منها الايه؟ الفايده دي. لو انا بصيت في الجدول بتاعي، احنا طبعا شغالين نظام الجداول، هبص لان الفايده الافكتيف انترست ريت ديت مش موجوده في الجدول بتاعي، يبقى انا اعمل ايه؟ هرجع للصفحه، صفحه كام؟ صفحه 23 المعادله 2.5. المعادله 2.5 ديت فيها علاقه ما بين ازاي احسب البي بدلاله الاي. يعني صفحه 23 لو احنا بصينا لها ان الجزء بتاعي انا ما بعرفش ارجع بالنسبه لي هنا صفحه 23، ارجع لصفحه 23 معايا المعادله رقم 2.5 هتلاقي فيها ايه؟ البي بتساوي ايه؟ وبعدين افتح القوس 1 زائد اي كله اس ايه ناقص 1 على اي
في القوس 1 زائد اي كولوس ان، وقف القوس يبقى عباره عن مين؟ علاقه ايه؟ ان ازاي احسب البريزنت ايكوفالنت بريزنت فاليو بداله مين؟ اليونيفورم سيريس بتاعي اللي عباره عن مين؟ ال 8000. عوض وطلع من هنا ايه؟ القيمه بتاعتي طلع كام؟ 1 مليون و18000 ايه؟ دولار بالنسبه لايه؟ للايه؟ للثلاث سنين المبلغ اللي هياخده ايه؟ العمال ده. فهمنا المثال ده؟ ناخد بالنا منه كداتا عشان انا بعد كده هحل المثال ده بطريقه اخرى، بس بتحل بطريقه مين؟ ان انا بجيب الافكتيف انترست ريت ان سب بيريود. طيب نيجي بالنسبه لنا هنا، انا قلت في بيريود وفي سب بيريود، لا ده هم الناس اللي هم الاقتصاديين او بتوع الماثيماتيكال دول مش عايزين يريحون، قالوا ده مفيش، بس ده الحياه العمليه بتاعتنا فيها في سب بيريود وفي بيريود وفي سوبر بيريود. ايه يا جماعه اللخبطه اللي بتقولوها دي؟ اه ما هو صح كده، ما هو الناس اللي بتشتغل في المال مش هتشتغل في سنه تقف، ده في مضاعفات السنه، فمضاعفات السنه اذا كنا قلنا الكسر بتاع السنه هيساوي سب بيريود والسنه بيريود، يبقى المضاعفات السنه عباره عن مين؟ سوبر بيريود. فبالنسبه لي انا عندي هنا ايه؟ السوبر بيريود عباره عن ايه بقى؟ بيقول لي انا عندي، لو انا عندي ايه دي عباره عن مين؟ عن المبلغ اللي هو المنتظم اللي بيندفع في السنه. الاي اس عباره عن مين؟ المبلغ المنتظم اللي بيندفع كل ايه؟ مضاعفات السنه. يعني مثلا افترض انا بدفع كل سنتين 2000 جنيه، يبقى في السنه بدفع قد ايه؟ يبقى كل سنتين هي اس والسنه هي عباره عن ايه؟ يبقى انا عندي الاي هتساوي الاي اس في الاي باي اف والاي والاي والان بتاعت العاديه خالص، يعني كانها معادله عاديه، بس انا عندي اكسبشن جديد طلع ان انا عندي ايه؟ ان ما دام مدفع بقول بدفع مبلغ كل سنه منتظم، لا بدفع كل سنتين منتظم، يبقى لكل سنتين ده عباره عن مين؟ الاي اس اللي هو السوبر ايه؟ السوبر بيريو. جاب مثال ان انا عندي هنا ايه؟ مصاريف رئيسيه بالنسبه لايه؟ في اي اوبجكت عندنا 20000 جنيه. بتندفع فين؟ بعد نهايه 5 سنين. افترض يا عم اشترينا عربيه، العربيه ديت ماشيين بيها 5 سنين، بعد 5 سنين المفروض ان نعملها صيانه بقى، فبعد 5 سنين هدفع لها 20000 جنيه. طيب وبعدين الصيانه لازم تتكرر كل سنتين، هعملها نفس الصيانه ب 20000 جنيه لمده 13 سنه، وبعد كده افكر بقى ان انا ايه؟ يا اما ابيعها اخلص منها بواحده جديده. المهم فالمثال بيقول كده ان انا عندي اوبجكت معين بدفع له بعد ما استعملته 5 سنين صيانه او اي مصاريف اسمها ايه؟ ب 20%، 20000 جنيه 20000 دولار. فهو الكلام ده ايه؟ كل سنتين بتتكرر نفس ال 20000 دولار لمده 13 سنه. افترض بقى ان في 10% ديسكاونت ريت، اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن معدل الايه؟ مش مسماها الانترست فايده، لا خساره. ديترماينز ايكوفلنت بريزنت فاليو، عايز برضو البريزنت فاليو البي الانيشال. طبعا بالنسبه لي بصيت هنا ان لو جيت بصينا انا مش عايز انقل للصفحه الجايه، انا دلوقتي قلت ان انا عندي ايه؟ في اي اس. الاي اس ده عباره عن هنا بالنسبه لي يمثل لي ايه؟ بيمثل لي ال 20000 جنيه، يعني معناها ان انا عندي من اول 5 لغايه 13 هدفع كل سنتين 20000 جنيه. يبقى معناها ان انا عندي اي اس 20000 جنيه. طب ما في مشكله عندي، انا مديني الفايده في السنه. ما تقدرش تقول لي الفايده في السنتين، مش حاجه اسمها فايده سنتين، الفايده في السنه بس، يا اما تتقسم على الشهور لكن ما تتضاعفش في الايه؟ في سنتين الاثنين، ما اقولش 20% في سنتين، لا. 10% في السنه. يبقى لازم اعمل ازاي بقى؟ لازم اعرف انا بدفع قد ايه في السنه. يبقى لازم اطبق القانون بتاعي بتاع مين؟ ان انا عندي الاي بتساوي الاي اس في الاي باي، يعني انا بالنسبه لي تعالى ما نشوف الفلو شارت، بس خد بالك بالنسبه لي ان النقطه بتاعت المساله دي هرجع لها معاكم، بس انتوا ايه تقلبوا الصفحه معايا، ماشي؟ نقلب الصفحه ونشوف ايه اللي ايه ان احنا هنعمله. الفلو كاش بتاعي اهو، الكاش فلو بتاعي الموجود ده جايب لي ان انا عندي كام سنه هنا بالنسبه لي؟ قال ان انا هنا العمليه بالنسبه له السوبر بيريود والبيريود، هنا كام هنا؟ من 1 لغايه 13 سنه ديت عباره عن ايه؟ السنوات. بس من بدايه السنه الخامسه ابتدى الراجل يعمل ازاي؟ كل سنتين بيدفع 20000 جنيه بفايده كام؟ 10%. بيعمل ازاي بقى؟ بيجي بالنسبه لي في الفتره اللي قبل او بعد، مش مشكله عنده، يعني انا ممكن اقول قبل او بعد، اخد سنتين من دول واقول ان انا عايز اجيب احسب مين؟ احسب الايه؟ نرجع للصفحه رقم كام؟ للصفحه رقم 34 اللي انا كنت قلبه من عندها دلوقتي. الصفحه 34 بتقول لي ايه؟ احسب الايه؟ مش الاي اس، دي الاي اس عندي، هحسب منها الايه بتاعتي؟ ان انا هقول ان انا عندي الايه بتساوي ايه؟ 20000 والايه بدلاله الاف
10% في سنتين. اكشف في الجدول عند 10% وافقي 2 هطلع قيمه الايه؟ المبلغ اللي بدفعه في السنه. طلع كام هنا؟ 9524. ارجع للصفحه 34 وشوف المبلغ 9000 وكام؟ و524. يبقى انا عندي هروح جاي في الكلو كاش بتاعي اهو، او الكاش فلو بتاعي، هبص اللي انا عندي ان انا من اول السنه الخامسه لغايه السنه 13 بدفع كل سنه كام؟ 9524 جنيه. طب انا حل المساله دي مساله عاديه خالص بقى، ان انا عندي ايه؟ لها طريقتين اتنحل. يا اما تفترض ان انت من اول السنه لغايه 13 سنه بتدفع 9524 وتحسب منها البي، يبقى هتقول ان عندي ايه؟ البي بتساوي الاي اللي هي عباره عن 9524، وبعدين اجيب البي بداله الاي عند 10% فايده وعند 13 سنه، مطروح منها ايه؟ مطروح منها الخمس سنين اللي انا ما دفعتش فيهم حاجه، لان بعد خمس سنين يبقى هعمل ازاي بقى؟ ناقص برضو هقول ان انا عندي ايه؟ المقدار بتاعي عباره عن مين؟ البي ناقص برضه، واعرف البي بدلاله الاي ناقص مين؟ ناقص اللي هي موجوده هنا في 10%، وعندي كام سنه؟ قلت ان في غلطه هنا في الطباعه، الثلاثه دي خليها خمسه، يبقى انا عندي ايه؟ ناقص البي على الاي في 10 ايه في الميه وكام؟ وخمس سنين، يبقى ده ممكن حل. حل تاني ممكن تشتغل مساله من اول خمسه لغايه ال 13 دي، كان عشان تجيب البي بتاعتها هنا، تجيب المقدار بتاعها، وبعدين البي تعتبر بالنسبه لك اف بالنسبه لمين؟ للمقدار اللي هنا، والاثنين يعتبروا ايه؟ نتيجه صح. يبقى انا بالنسبه لي هنا ايه؟ العمليه ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لنا، دي مساله عاديه خالص الحل، بس بالنسبه لي في الحاله دي ايه؟ لما نشتغل في السوبر بيريود، لما تلاقي مساله يقول لك بدفع كل سنتين، كل ثلاث سنين، كل اربع سنين، يبقى اسمها سوبر بيريود، لازم ايه؟ الثلاثه او الاربعه او الاثنين يتقسموا لايه؟ سنه واحده، عشان يبقى لازم اجيب الايه؟ من الاي اس، وبعدين استخدم هذه الايه عشان اجيب منها الايه المطلوب، اذا كان مطلوب اف اجيبه، اذا كان مطلوب بي مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. طيب الكونتينوس كومباوندد في تعريف جديد بقى، يعني احنا قلنا دلوقتي ايه؟ في بيريود وفي سب بيريود وفي ايه؟ سوبر بيريود. دي عباره عن مين؟ بالنسبه لايه؟ للحاله بتاعه تقسيم الفترات. لكن في حاجه اسمها نظام الدفع، في نظام دفع كونتينوس ليه، يعني انا بستمر ادفع 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 هو ايه؟ يحسب براحته، يعني بدفع المبلغ وانت بقى ايه المبالغ اللي بدفعها لك كل ما يفرق معايا ما يقدوه لك كانها حصاله، وانت بقى احسب بلحظه. فلو جه في مساله وقال ان انا عندي كونتينوس كومباوند كونفنشن، معناه ان انا عندي يعني بالنسبه لي ال 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 التركيز او الدفع الفلوس، بدفع لك فلوس وانت قسم زي ما انت عايز، يبقى ايه الحل بالنسبه لي؟ هيطلع في حاجه اسمها الافكتيف انترست ريت، المعادله رقم كام؟ 22. دي عباره عن ايه؟ عباره عن اي افكتيف انترست ريت بتساوي الاي اس ار، الار طبعا نومينال ريت ناقص 1. يبقى لو لقيت في المساله تعبير كونتينوسلي كومباوندد يبقى لازم تطبق الايه؟ ما تقولش بقى الافكتيف ريت بتساوي 1 زائد الاي ام كله س ناقص ايه؟ لا، بيتعامل هنا بالنسبه لي ايه؟ الاي اس ار ناقص الايه؟ ناقص الواحد. يبقى انا بالنسبه لي لو انا ناخد مثال عملي او مثال نظري عشان نشوف ايه الحل بتاع الكلام ده. معايا؟ طيب اكزامبل 2.19 If interest is compounded continuously, what effective rate per period I corresponding to a nominal rate R of 10%. يبقى الراجل بيقول هنا compounded continuously، يبقى الكلمة continuously جت اهي، يبقى عايز effective، الافكتيف بيساوي ايه؟ اللي هي اس ار ناقص واحد، في ايه؟ يبقى يطلع منها الافكتيف انترست ريت. فاهم؟ طيب لو انا بالنسبة لي بقى عايز الفيوتشر، انا دبل فيوتشر بالنسبة لمين؟ للcontinuously compounded برضه. برضه المعادله رقم 223 بتقول لي ان انا عندي لو الاف والبي وعندي ايه؟ وعندي نومينال انترست ريت، يبقى انا عندي هنا ايه؟ الاف بتساوي البي اس ار اس كام؟ ار ان. طيب ناخد المثال عشان نوضح الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. بيقول لي ان انا عندي صم مجموعه مبلغ كميته 10000 دولار. انفست استثمر ان اكونت في حساب certificate of deposit اللي هي ايه؟ سيرفت ايه؟ انستتيوشن. هي بنقول ان سيرفت انستتيوشن ديت تعبير بيقصد بيه ايه؟ ان هي ايه؟ اللي هي عباره عن ايه؟ اللي اسمها التامينات، معاملات البنوك الى اخره، فبنسميها سيرفت انستتيوشن. ايرنج انترست بيكسب فايده at the nominal rate، طبعا هنا اداني nominal rate 7.8 بير يير، يبقى اداني الفايده الاسميه 7.8 بير يير. ديترماين ذا فاليو اوف اكونت at the end of 2 years، عايز المبلغ اللي هو طبعا اللي هياخده او يتوفر له بعد سنتين اتنين. if interest compound is quarterly يبقى ايه؟ كل ربع سنه، او monthly كل شهر، او continuously باستمرار، يعني هو ايه؟ المبلغ ده هياخده باستمرار من غير ما تحديد الايه؟ المده بتاعتي.
يبقى هنعمل ازاي بقى؟ لو كوارترلي معناها ان انا عندي ايه؟ كل ربع سنه، يبقى انا لو قلت ربع سنه معناها كل ايه؟ 3 شهور، يبقى انا عندي ايه؟ السنه تقسم قد ايه؟ يبقى السنه 12 على 3 اديني ايه؟ عدد الفترات كام؟ اربع، يبقى اقبض 4 مرات في السنه، يبقى انا عندي الاف هتساوي ايه؟ بالكومباوند ده عادي بالقانون بتاع الكومباوند انترست عباره عن كام؟ عباره عن ايه؟ البي الاف بتساوي البي في 1 زائد الاي كل اس ان، مش القانون بتاعنا؟ حوله هنا البي بتاعتي موجوده اهي، ادي البي اهيت 10000 في 1 زائد طبعا زائد هنا الاي، طب الاي بتاعتي عباره عن مين؟ عباره عن الاي لان دلوقتي ايه؟ دي سب بيريود فبتعتبر الاي ام، يعني ساي ام عباره عن مين؟ عباره عن الار على مين؟ على الام، يبقى الام فين؟ في سنه، يبقى هنا الام ده في سنه، لكن بالنسبه لي هنا الايه؟ الان دي عباره عن مين؟ الفترات كلها ككل، يبقى هنا لو كانت هنا سنه يبقى عندي سنتين، يبقى هنا 8، يبقى دي 72 على 4 دي كده. طيب مانثلي 12، يبقى انا بالنسبه لي هنا البي في 1 زائد الاي ام برضه، وبالنسبه لي هنا ايه؟ كل شهر، طبعا السنه بتتقسم 12 شهر، يبقى انا عندي عدد الفترات في السنه، لكن بالنسبه للام اللي فوق هنا او الان اللي موجوده هنا عباره عن مين؟ عدد الفترات الكليه اللي عباره عن 24. طيب كونتينوسلي يبقى معناها الام بتاعتي ما لا نهايه، يبقى انا بالنسبه لي هنا ايه؟ الفترات مش محدوده، يبقى انا بالنسبه لي هنا عباره عن مين؟ البي اي اس ما اس اي ار ان اللي هي الايه؟ العلاقه رقم ايه؟ 2 23، يبقى ده عباره عن ايه؟ الكومبارزون ما بين الثلاث حالات عشان تبقى فاهم وعارف احنا بنحل ازاي، يبقى المثال ده برضو مهم عشان سيادتك بحط في دماغك لما اطلب منك حساب الفيوتشر او المبلغ المتوقع فيوتشر وورث بتاع المبلغ تحسبه ازاي لما يبقى بالنسبه لي لما مانثلي لما يبقى ايه كونت مانثلي، فالثلاث حاجات ايه المفروض تعرفهم عشان ده برضو مثال من الامثله المهمه اللي لازم تعرفه وتعرف تطبقها ازاي. طيب لو انا جيت طلبت منك هنا البي ما طلبتش الاف، عايز البريزنت وانا عارف الاف، طب ما هو عادي هو نفس الكلام، هقول البي بتساوي ايه؟ لو انا عندي الاف معروف يبقى السين ايه؟ واحد على مين؟ على ان، ونفس القانون بس هنا واحد ايه؟ واحد على ان، من نفس القانون احنا كان مساله عاديه خالص بنحلها، بس كل العمليه بدل ما اديك النومينال ريت هنا هتعود عن ايه؟ عن الصب الافكتيف انترست ريت ان صب بيريود بالنسبه للفتره ايه؟ بالنسبه للاثنين دول. فهمت النقطه دي؟ طيب ننقل على الصفحه اللي بعد كده. في تعبير بيقف قدامنا لما برضه باللعب بالايه بالالفاظ عشان يعرف ان انت خدت استوعبت كل الاكسبريشنز بتاع الاقتصاديين. لو جيت قلت ان انا عندي ايه؟ ذا ريت كورسبوندنج كلمه ايه؟ الريت كومباوندد. يعني ايه؟ كلمه ايه؟ كورسبوندنج ييلد. يعني تعال نقول مثال عشان يبقى فاهمين اكتر. سيرتن بانك ادفيرشن ذات از ويل باي انترست اون 10000 سيرتيفيكيت of deposit at a rate of 7.2% with interest compounded continuously the corresponding yield is. يبقى اقول لك مش the corresponding yield هو يعني او determine the yield. yield ايه؟ interest. لو قلت ان yield interest مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها الافكتيف interest. لو قلت لك الريت interest يبقى مقصود بيها ايه؟ النومينال interest. يبقى لو قلت لك determine ذا ييلد انترست يبقى انت هتحسب الافكتيف انترست. لو قلت لك احسب الريت انترست يبقى انت عايز تحسب ايه؟ النومينال انترست. يبقى انا لو هنا بالنسبه لي ايه؟ لو قال ذا كلمه ييلد يبقى مقصود بيها افكتيف، لو قلت ريت يبقى مقصود بيها ايه؟ النومينال. يبقى ده اكسبريشن لازم تعرفه لو انا طلبته فين؟ في المساله. يبقى ده النوتس بتاعي بتاعت ايه؟ هذا النوع من المسائل. طيب هنا بالنسبه لنا بقى كونتينوس كومباوندد اند كونتينوس كاش فلو. يبقى هو باستمرار بيتركب وباستمرار بيبقى فيه ايه؟ تدفق فلوس. دوكا كان كونتينوس ايه؟ كومباوندد بس. ما كانش كونتينوس ايه؟ كاش فلو. لا هنا كونتينوس كومباوندد بيركب باستمرار بس ما فيش ايه؟ كاش فلو مستمر. لا هنا بالنسبه لي ايه؟ في كاش فلو مستمر. ايه بقى اللي فيه موجود بالنسبه لي؟ تعالى اما نشوف الجزء اللي بعد كده. الحكايه ان انا مثلا لو انا عندي مشروع راس مال المشروع ده سي 2 مليون، المشروع ده مثلا عاش 10 سنين، ال 2 مليون هيتوزعوا على 10 سنين، فال 2 مليون هي عباره عن ايه بار؟ يعني في بتاع اكسبريشن جديد طلع اسمه ايه بار. الايه بار عباره عن مين؟ عباره عن المبلغ الكلي اللي بينصرف على هذا الاوبجيكتيف، خلاص كده؟ والايه؟ عباره عن مين؟ المبلغ اللي بينصرف على ايه؟
زي ما احنا عارفين يوفر يعني منتظم، مبلغ منتظم، لكن الاي بار عباره عن التوتال ايه اكونت اوف ايه ذيس ماني. ناخد مثال عشان نوضح الكلام اللي احنا بنقوله، بس خد في دماغك ان انا عندي معادلتين مهمين 224 و225. الاولانيه ان انا بعرف المبلغ اللي بدفعه بانتظام على مدار السنه كلها بالنسبه لي اهو، يبقى انا الاي بار اللي هو المبلغ الكلي على الام عدد الفترات بالنسبه لي هنا 1 زائد الاي ام، بدل ما بقول فتره يبقى انا دخلت في ايه فتره اقل من السنه، يبقى اي ام سب ايه سب بيريود على الكل اس ام اللي عباره عن عدد فترات في الزمن كله ناقص 1 على اي ام. طيب لو انا عندي الام دي قالت الى ما لا نهايه، يبقى المعادله دي هتبقى عباره عن مين؟ الاي اي 1 اللي هي كونتينوس بقى، ما انا مش ما فيش ام، يبقى بالنسبه لي هنا ايه؟ اي بار في اي ار ناقص 1 على ار، او لو انا عايز اجيب الايه؟ الاي بار يبقى العكس بالنسبه لي هيبقى الايه؟ مقدار بالنسبه لنا هنا. ناخد مثال زي ده. It is accepted that a total of $12,000 will be spent out of the firm's PT cash. يعني ايه؟ في مصاريف نصرية بتندفع من غير تحديد بقى قد ايه، بدفع كل سنة 12,000 جنيه مصاريف نصرية. Over the course of year خلال السنة actual expenditure occur daily and are approximately the same from day to day. The continuous cash flow عملنا بقى صفحة 38 بالنسبة لنا ده كونتينج كاش فلو assumption would appear to be يعني دلوقتي انا عندي هنا ايه؟ عايز بقى المبلغ اللي هو بيناظر، يعني دلوقتي انا 12,000 دول المبلغ ده لو هو هيبقى ايه منتظم في فترة معينة هيبقى قد ايه؟ بنبص الصفحة اللي بعد كده. الفايدة ادالي 20% في السنة. عايز equivalent value at the end of the year. يبقى أنا عايز الـ equivalent value المبلغ المناظر لهذا المبلغ بتاع مين بس بفايدة كام؟ 20%. يبقى أنا بقى إيه؟ أنا بقول يا جماعة أنا بصرف خلال السنة يوم بعد يوم المبلغ ده 12,000. طب المبلغ اللي هو المكافئ لهذا المبلغ بالفايدة 20% هيناظر قد إيه؟ لو في فايدة 12 20% هيبقى قد إيه؟ يبقى 12 في كام بقى؟ بالقانون بتاعي اللي هو عبارة عن مين؟ إيه؟ اللي هي اي بي تعتبر اي بار. اي بار لو نعوض في القانون بتاعنا العادي اللي هو اي بار الصفحه كام؟ صفحه 39. يبقى نرجع صفحه 38 هيبقى عباره عن مين؟ اي بار وبعدين اي ار ناقص 1 على ايه؟ على ار. طب هنا بالنسبه لي هنا ايه؟ انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الاي بار مش عايز اجيب الايه؟ المعروف عندي. يبقى دلوقتي احول ايه؟ اي بتساوي اي بار في 1 على مين؟ على لين 1 زائد اي القانون بتاعي، الاي بتاعتي كام؟ 20% عليه 1 زائد اي اللي هي المقدار اللي انا ايه؟ عوضت فيه، يبقى جبت من هنا منين؟ المبلغ المكافئ لهذا المبلغ المدفوع خلال ايه؟ خلال هذه الفتره من الزمن. يبقى ده عباره عن مين؟ عباره عن المطلوب بالنسبه لي لو كان كونتينوس كومباوند، ما طلبش بس غير ايه؟ الاي بداله الاي بار. وبعدين عايز اقول لك حاجه ثانيه. لو اشتغلنا على هذا لو كونتينوس كومباوند كونتينوس كاش فلو يبقى احنا بالنسبه لنا بندخل في ايه؟ في الجداول لما نيجي نحسب القيمه بتاعتنا. طبعا دي بالنسبه لي ايه؟ ده عباره عن سنجل بيمنت. لو انا خدنا العلاقه بتاعتي اللي عباره عن الجزء بتاعي صفحه 40، لو انا عندي المبلغ ده الموجود على فترات يعني بقى منتظم على فترات متعدده، يبقى انا بعمل ازاي؟ باجي في الجدول بحسب في قلت لكم ان انا عندي ايه؟ عمودين اتنين، واحد فاتح وواحد غامق. لو اشتغلنا على الكونتينوس كومباوندد بالنسبة لنا واصبح انا عايز يبقى في مبلغ توتال وعايز المكافئ بتاعه زي اي بار كده او اف بار او بي بار، يبقى انا بالنسبة لي بكسب في ايه؟ في العمود الغامق، العمود الغامق مش العمود الفاتح. لو انا عايز اجيب بي على ايه او بي على اف، يبقى انا بكسب في ايه؟ في العمود الغامق بتاع الجداول. وقلت الكلام ده لما قلت لي الغامق ده بتاع ايه؟ لان كان مقرر بي على ايه واف على ايه او اف على بي. فقلت لي الدكتوره الغامق ده بتاع ايه اللي متكرر مرتين اتنين؟ قلت لكم الغامق ده سيبوه لما نيجي في النومال انترست ريت والافكتيف انترست ريت هنستخدمه. يبقى لو قلنا كونتينوس كلمه كونتينوس دي يبقى تدور فين؟ اما تيجي تكشف فين؟ في العمود الغامق مش في العمود الايه؟ الفاتح. طيب ناخد بقى بالنسبه لنا اكزامبل بالنسبه اللي فات ده، احنا طلعنا الاي بدلاله الاي بار. طب لو انا عندي بالنسبه لي اف بار، نقرا المثال بتاع ده. ذا ميز اوفرول از اكسبتد to cost 40,000 in the 30 months of ownership.
if the discount rate is 2% per month and assuming that this cost occur continuously and uniformly during the third month determines the equivalent present value. يبقى هو عايز هنا ايه determines the equivalent. يبقى انا بالنسبه لي هنا ايه مديني مبلغ بيندفع ايه يعني هو متوقع هيدفع المبلغ ده 40,000 جنيه بعد 30 شهر. يبقى انا مديني ايه اف بعد 30 شهر. يبقى انا عايز اعرف بدايه مين بدايه المبلغ التوتال ده ما هيصرف خلال 30 شهر. يبقى ده عباره عن مبلغ توتال يبقى بي باي اف وبعدين عندي 2% فايده و30 ايه و30 ايه شهر. يبقى بالنسبه لي هنا ايه يبقى انا جاي على العمود الغامق مش العمود الفاتح بي على اف بار واطلع القيمه بتاعتي هتطلع 5 5 7 6 المبلغ ده طالع من الجداول وال 40,000 عباره عن مين؟ عباره عن الاف بار لان انا بقول لك هو بيتوقع ان يصرف في 30 شهر 40,000 جنيه يبقى ده المبلغ اللي هيتصرف على مطار 30 ايه؟ شهر يبقى ده عباره عن مين؟ كونتينوس كومباوندد وكونتينوس كاش فلو خلاص؟ طيب لو كان بقى ايه عايز حاجه ثانيه عايز يوزنج كونتينوس يونيفورم سيريس بريزنت وورث اللي هو بقى عنده الايه بار يبقى انا اهو مبلغ برضه منتفع بانتظام على مدار فترات منتظمه وعايز اعرف ايه الايكوفلنت ايه بريزنت فاليو بتاعه. ريبيت الاكزامبل بقى ايه؟ الاكزامبل 217 اقول لكم مهم جدا اللي هو عباره عن عمال بياخدوا كل اسبوع 8000 دولار لمده 3 سنين عايز يحسب المبلغ البريزنت بتاعهم اللي ايه؟ اللي في 3 سنين ده قد ايه؟ لما قلت لكم عن طريق الاي ام حسبنا الاي ام وبعدين حسبنا القيمه عن طريق المعادله 2 ايه 2 5 اللي كانت في صفحه 23. هنحل نفس المثال بس بطريقه مين؟ الكونتينوس يونيفورم سيرفيس. هنعمل ازاي بقى؟ هيقول لي انا عندي ايه المبلغ بتاع ال 8000 ده بيندفع فين كل اسبوع في السنه قد ايه؟ سنه 52 اسبوع. يبقى 52 في 8000 يديني ايه مقدار الايه اللي هتندفع لمده سنين يعني كل سنه هدفع 52 في 8000 يبقى دي ايه. يبقى انا عايز اعرف البي في ايه بالنسبه لايه وبرده كلمه الاي بار يبقى انا هكسب في العمود الغامق بي على اي بار 15% فايده وثلاث سنين اطلع القيمه بتاعتي. هبص الاقي بص المنظر بتاعي ده هتلاقي المبلغ طلع كام؟ كان مليون و18,000 هنا بالنسبه لي هيطلع مليون و19,200 القيمه دي اكبر بكتير منين؟ من دفعت او اللي احنا حسبناها عن طريق مين؟ لما حسبنا الافكتيف انترست ريت ان سب ايه بيريود. برضه خدوا بالكم من المثال ده لانه هيتعاد بطريقه ايه؟ ثالثه. طيب في حاجه ثالثه في نظام ثالث بالنسبه لعمليه الحسابات بتاعتي الميد بيريود كونفنشنز اللي هي عباره عن مين بقى؟ ان بنركز المدفوعات بتاعتنا في نص المده وبعدين اقول ايه بالنسبه لي اطلع منها الحاجه اللي كنت عايزها بريزنت فيوتشر المهم بقول ايه في النص ما هو مش هيتغير بقى ما دام جيت في النص يبقى انا عارف اللي بعده هيبقى زي اللي قبله فهو بيعمل ايه تركيز للمصاريف في منتصف الايه الفتره بتاعتي. لما يعمل الكلام ده بالنسبه له هيبقى بالنسبه لنا هنا ايه بيقول ان انا بفترض ان انا عندي ايه الـ طبعا الافكتيف انترست عادي اللي هو بالنسبه لي هنا ايه الـ القيمه بتاعتي الايكوفنت كاش فلو ات اند اوف بيريود بس بنظام مين؟ الميد بيريود كونفنشن اللي هي تركيز المصروفات في منتصف الايه؟ المده على اعتقاد ان انا عندي ما فيش اي مشاكل هتحدث فالمده بدل ما مشت لغايه نصها يبقى اللي بعدها زي النص كاني باخد ايه؟ فتره الفتره دي بحسب فيها بقول ان انا اللي قبله زي اللي بعده عشان يبقى في ايه؟ بالنسبه لي في انتظام او ايه في يعني توقع بان اللي فات هيبقى زي مش هيبقى بقى في تغيير هو نفس البتاع يبقى بدل ما امشي لغايه اخر مده يبقى انا اختصر اقول في النص هيحصل اللي جاي يبقى انا ايه توقعته فبقول هنا ايه الايكوفلنت كاش فلو هنا ات اند بيريود جي طبعا بالنسبه له افترض هنا بالنسبه لي ايه ان انا عندي الكاش فلو ات اند اوف سب بيريود كي ان بيريود جي يعني مثلا لما اقول ان انا عندي هنا ايه عندي ثلاث سنين السنه الاولانيه السب بيريود بتاعها عباره عن مين؟ الفتره الاولانيه من السنه الاولانيه وبعدين الفتره الثانيه من السنه الاولانيه الفتره الثالثه من السنه الاولانيه يبقى ده اللي ايه ماشي بيه يبقى الكيب 1 و2 و3 والجي عباره عن مين البيريود بتاعتي السنه الاولى السنه الثانيه السنه الثالثه فبقول هنا الايكوفلنت كاش فلو ات اند اوف بيريود جي عباره عن مين بقى سميشن الاي جي كي خلاص مضروبه فين في اي في 1 زائد الاي الجزء التربيعي 1 ايه زائد اي. طب الكلام ده احنا مش فاهمينه نفهمه في ايه في مثال عملي بالنسبه لنا بس المعادله 228 مطلوب سيادتك تعرفها وتحفظها لانها هتبقى مطلوب في انك ايه تطبق المعادله بسيطه جدا وهنشوف ايه في المثال الجاي هنحل المساله دي ازاي. بصوا معايا الاكزامبل بتاعي ده كاش فلو 1000 بير مانس ار اكسبتد تو اوكير ات ذا اند اوف ايه اتش مانس ثرو اوت يير جي هما ايه يعني هو بالنسبه له بيتوقع ان ده بيحدث
في كل شهر خلال ايه؟ سنين على تجي. If the interest rate is 20% per year, determine the equivalent end, determine the equivalent end of year cash flow using the mid period convention. استخدم طريقة الايه؟ الايه؟ التركيز في منتصف المدة، واعمل لي الايكوفلنت ايه؟ ايه؟ اند اوف يير اللي عبارة عن اي جي. هنعوض في الايه؟ في العلاقة اللي ايه؟ اللي كانت في الصفحة رقم كام؟ 40. ان انا عندي سمشن ايه؟ طب سمشن ايه عبارة عن مين؟ انت بتدفع ايه؟ بيدفع في المانث 1000، يبقى في السنة كام؟ 12 في 1000. وبعدين في الجهاز التربيع بتاع الواحد زائد مين؟ زائد الاي، الاي افكتيف ايه؟ انترست ريت ان بيريود اللي عباره عن كام؟ برير اللي عباره عن 20%، يبقى 1 في 10 يطلع له ايه؟ الاي جي، يبقى هو عايز ايه؟ المبلغ ده، يبقى ده الايه؟ المثال اللي انا بقول عليه. طيب هنا هو هيحدد في المساله يوزنج ميد بيريود كونفنشن، حدد لك الطريقه اهي. طيب الصفحه اللي بعدها المثال 217 اللي احنا حليناه مره، استخدمنا الافكتيف انترست ريت ان سب بيريود، ومره ثانيه الكونتينوس كومباوند وكونتينوس كاش فلو. هنستخدم هنا بقى بطريقه الميد ميد بيريود كونفنشن. استخدم بقى ايه هذه الطريقه لحساب البي، عامل ازاي بقى؟ انا بالنسبه لي الميد بوينت الميد بيريود كونفنشن عباره عن مين؟ سمشن الاي بتاعي في الجزء التربيعي الواحد زائد ار. طب انا عندي ايه؟ انا بقى العمال بياخدوا كام؟ 8000 جنيه في ايه؟ كل اسبوع. يبقى التوتال بتاعي كام؟ عباره عن 8000 في 52، لان السنه فيها كام؟ فيها 52 اسبوع. في الجزء التربيعي الواحد زائد اي اللي هي 15% في السنه، يبقى واحد ايه؟ 1.15%. خلاص كده المبلغ ده يعتبر ايه بالنسبه لي؟ ده يعتبر بالنسبه لي ايه؟ يعني المبلغ التوتال اللي انا حسبته ده ايه؟ انا عايز اجيب البي، يبقى هجيب البي بدايه مين؟ دالت الايه؟ يبقى لو بصينا اهو ادي الايه اهي، ده الجزء ده كله يعتبر بالنسبه لي 52 في 8000 في الجزء التربيعي الواحد زائد اي ده ايه؟ اللي احنا حاسبينه كده. وبعدين البي بدايه الايه و15% و3 سنين يطلع لي كام؟ مليون و18500. لو قارنا بين ثلاث قيم، بصوا معايا في الطريقه الاولانيه الاوريجينال بروبلم اللي حسبناها عن طريق الاي ام، المبلغ طلعت كام؟ 1 مليون و18000. الطريقه الثانيه الكونتينوس كومباوند والكونتينوس كاش فلو كان بالنسبه لي هنا 1 مليون و19200. بطريقه الميد بيريود كونفنشن طلع كام؟ 18500. هنبص نلاقي ان انا عندي الثلاث طرق تقريبا الارقام ما بين الاولانيه وما بين الثالثه متقاربين، لكن في النص يعتبر عالي شويه. يبقى انا لما اجي يعني افضل الطريقه الهون للحل بالنسبه لنوع المسائل اللي احنا خدناها المساله ديت، هفضلها ايه؟ النوع رقم كام؟ رقم ثلاثه. لان طبعا بالنسبه لي مش هاخد وقت، لان مش هوصل لنهايه عشان اشوف المعاملات الكشف لغه نهايه المده، انا بركز الشغل بتاعي فين؟ في الميد بيريود كونفنشن. يبقى اعوض في القانون ده مباشره، بدل ما اعمل الاول اجيب الاي ام وبعدين اروح جايب البي، لا ده على طول في القانون اعوض. يبقى اسرع طريقه للحل هي عباره عن مين؟ وابسط طريقه، وفي نفس الوقت طريقه هي دقيقه، لان الاولانيه كانت 18000 1 مليون و18000، هنا 1 مليون و18500. يبقى انا لو جالي في المساله، لو جالي في الامتحان مساله زي دي احلها بايه؟ بطريقه الميد بيريود كونفنشن بتاعي، او التركيز في منتصف المده، وحصل على نتيجه ايه؟ صح. طيب احنا وقفنا هنا عند اليوان. طبعا ده عباره عن قروض، والقروض دي لها مسائل. طبعا حتى انا قلت لكم طبعا انتوا صورتوا من عندي شيت. المطلوب من سيادتك بقى هتمسك الشيت ده تحل جميع المسائل الخاصه بهذا الجزء اللي احنا خدناه كله، وبعدين رقم التليفون بتاعي موجود مع بعضكم وحقيقه تاني اللي هو على الواتس 011-3056-257، ده الواتس بتاعي. هتحل المسائل، اي مساله تقف معاك بعت لي يا عم رساله، قول لي المساله الفلانيه فيها انا مش عايز افهمها، عايز فيها جزء هفهمها لك، هشرحها لك، هقول لك فيها ايه. هنقف عند مين؟ عند اللون. اللون دي عباره عن مين؟ اللي عباره عن القروض. القروض ديت طبعا دي لها مسائل ثانيه هناخد منها، يعني برضه عشان اللي احنا فيه ومش عايزين نطول كتير قوي، هناخد بس ايه؟ يعني ثلاث اربع مسائل من الشيت كله بتاع اللوينز ديت، بان احنا ايه نحله مع بعض ان شاء الله، وهيبقى سهل. فاحنا نكتفي النهارده بالمحاضره ديت، وان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى في القروض، وناخد المسائل بتاعتها الحل بتاعها. واسيبكم على خير، وبقول لكم في الاول والاخر ان شاء الله باذن الله ما تخافوش، احنا معاكم وعارفين الظروف اللي احنا بنمر كلنا، ولازم نساعد بعض. اعمل اللي عليك واحسن الظن بربنا، وما تخافش من الامتحان. لو انت
رجعت اللي احنا خدناه في المحاضرات، والمحاضرات اللي انا هقولها دلوقتي، انا فاضل لي محاضرتين او ثلاثه بالكتير هنزلهم، وبعد كده الدكتور عمر هيبدا معاكم، فربنا يوفقكم ان شاء الله، والامتحان ان شاء الله مش هيطلع اللي احنا قلناه، وباذن الله باذن الله اللي هيخلص ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هيخلص في انه يعمل اللي عليه، ان شاء الله نتيجته هتبقى خير تمام، لان الامتحان عمره ما هيبقى خارج اللي احنا قلناه. اسيبكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.